بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اختبار بسيط في اللغة العربية والحساب للصف الأول ابتدائي. أول سؤال معانا حبايبي بيقول الشمس على ولا في ولا إلى السماء؟ الشمس على السماء ولا في السماء ولا إلى السماء؟ سمع ناس بيقولوا الشمس في السماء. الشمس إيه؟ في السماء. لازم نعرف حروف الجر دي في سنة أولى. هذا هذه كواكب. هذه ولا هذا كواكب؟ طبعا هذه كواكب لأن هذه دي بتيجي مع الجمع الغير عاقل، وطبعا عندنا هذا وهذه. كلمة رجل هو مش أنا مش عايز مقاطع صوتية أو عايز تحليل صوتي، هو عايز حروف بس. يعني رجل حروفها الراء على فتحة والجيم عليها ضمة وبعدين اللام اللي عليها إيه؟ اللي عليها تنوين بالضم، تبقى كلمة راجولون. دي كلمة ايه يا ولاد؟ راجولون. عندنا هذا ولا هذه قرد؟ قرد ده مذكر، يبقى هذا قرد، هذا قرد. امتحان بسيط جدا وركزوا معايا. كلمة مفتاح، مفتاح مد بايه؟ بالالف. ايه الحرف الممدود بقى ده؟ الحرف الممدود يا ابطال اللي هو قبل المد، يعني المد بالالف اهي، الحرف اللي قبله اللي هو حرف الايه ده؟ شايفينه؟ حرف الايه؟ التاء. يبقى حرف التاء هو الحرف الممدود. عندنا انا ولا نحن اقرا الدرس؟ انا ولا نحن اقرا الدرس؟ انا بتيجي مع المفرد اقرا، انا لوحدي، يبقى انا اقرا الدرس. نحن بقى بتيجي مع نكتب ولا اكتب؟ يعني اقول نحن اكتب ولا نكتب؟ نكتب ولا اكتب؟ طبعا نحن ايه؟ جمع، يبقى تيجي برضو مع الفعل الجمع اللي هو نكتب. نحن نكتب. فاكرين طبعا النشيد الجميل كون المشرق الوجه الاخضر او اللون الاخضر بحار ولا اشجار؟ طبعا اللون الاخضر عارفينه اشجار. اللون الاخضر اشجار تتمايل في كل ايه حبيبي؟ في كل مكان. يسافر المغامر سالم، الناس اللي خدت المغامر سالم. يسافر المغامر سالم إلى ولا على بلاد العالم الواسع؟ يسافر زي كلمة يذهب، يذهب إلى على طول، يبقى يسافر إلى بلاد العالم الواسع. عندنا كمان مد بالألف، أنا كلمة فيها مد بالألف، هما كلهم فيهم ألف، بس المد حبايبي ما بيبقاش عليه همزة. فأس، أسد، فرنسا، يبقى هو كلمة إيه؟ فرنسا هي اللي فيها المد. آخر سؤالين، أكل سالم في الهند ولا فرنسا ولا لبنان الطعام الحار؟ طبعا اللي قرأ الدرس كويس هيعرف إن سالم أكل في الهند الطعام الحار، برافو عليكم. وفي فرنسا أكل خبزا وزبدا، وفي لبنان أكل حمصا وزيتا. دي مقاطع صوتية بقى، يعني لما يجي لك زائد كده تبقى دي تحليل حروف، إنما لما يجي لك شرط ميلة كده تبقى دي مقاطع صوتية. عندنا كلمة بحار، بي الباء تحتها كسرة، حاء الحاء مع المد لأن المد بيجي مع الممدود، حاء رن الراء لوحدها. ده الامتحان البسيط جدا زي ما انتوا شايفين. تعالوا بقى نشوف امتحان الحساب ابسط منه بكتير برضو. ده اختبار حساب برضو بسيط اهو. اول سؤال بيقول اكمل العد 40 50، ده تكملة بنفس النمط 40 50، يبقى الشطار هيقولوا ايه؟ ايوه 60، ها 70 80، وممكن نكمل 90 100 110 وهكذا. 75 اقل بواحد، أقل بواحد يعني إيه اللي أكبر من الخمسة وسبعين؟ إيه اللي بعد الخمسة وسبعين؟ هي أقل بواحد من الرقم اللي بعدها، يعني 75 اللي بعدها إيه؟ 76، هي أقل بواحد من 76. العدد التالي مباشرة للعدد 94، يعني إيه اللي بعد 94 يا حبيبي؟ بعد 94 على طول 5 وإيه؟ 95. عندنا 47 بتساوي كم زائد كام؟ هو قصده أحاد وعشرات، 7 أحد والأربعة في العشرات تبقى بأربعين، حتى الرقم أقرأ نفسه 47، يبقى 7 زائد 40. 9 عشرات بتساوي كام؟ 5 عشرات ب50، 3 عشرات ب30، 7 عشرات ب70، يبقى 9 عشرات بكام؟ ب90. عندنا 58 الأحد في الأول والعشرات بعد كده، بس لما نيجي نكتب بقى نكتب 8 أحد و5 عشرات، ما نغلطش ونكتب 50 عشرات. قيمة الرقم 7 في 73 هي قيمة الرقم 7 دي في العشرات، يبقى بكام؟ أنا قلتها 73، يبقى ب70. 4 أحد و6 عشرات، أول ما يجي لك حاجة زي كده بنكتب الأربعة في الأحد في الأول والستة في العشرات، يبقى الرقم يقرأ إيه حبيبي؟ 64. عندنا 9 زائد 40 يبقى 49، بس ما نحطش الصفر، يعني 9 في الأحد و4 في العشرات. 54 86، لازم نعرف نقرأ الأرقام كويس، إنه الأكبر 54 و86، طبعا 86. 9 عشرات ولا 90، لازم نعرف 9 عشرات يعني ب90، هنا 90 وهنا 90، يبقى إيه؟ يبقى يساوي.
34 ولا 4 عشرات؟ برضو ال 4 عشرات بنحولها يعني 40، وبكده نعرف ان ال 34 ولا ال 40، ال 40 هي الاكبر طبعا، فبنفتح الفتحة ناحيتها. 53 زائد 40، الاحد مع الاحد، 3 و0 هي 3، و5 مع ال 4 اللي هي العشرات مع العشرات يبقى 9، يبقى الرقم يقرأ 93. اخر مسألتين، 2 ناقص 1 عشان احاد مع احاد، الاول مع الاول، 2 ناقص 1 1، 8 ناقص 5 كام؟ بنعد بعد الخمسة لحد الثمانية، بعد الخمسة 6 7 8، عدينا على ايدينا 3 يبقى 31. اخر مسألة 33، 44 يبقى اللي بعدها 55، بعدها 66. بمعنى الكلام ايه؟ ان 3 3 4 4 5 5 6 6 33 44 55 66. وده الامتحان البسيط للعربي والحساب على الجزء اللي احنا شرحناه قبل كده. تبتم في رعاية الله وحفظه وامني، بارك الله فيكم فضلا وليس امرا، يسرنا انضمامكم لقناة مدحت نصير التعليمية. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.